في المسابقه. الاهلي خلاص بطل الدوري، الزمالك خلاص المركز الثاني، الاهلي حسم بطوله الدوري في مباراه المقاولون السابقه دي. طبعا لقطات حصريه لقناه الاهلي من مقر اقامه الفريق وقبل ساعات قليله جدا من انطلاق المباراه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. لكن المهم ايا كان ايه الظروف الخاصه بالمباراه دي، تبقى مباريات الاهلي والزمالك مباريات قمه ومباريات بطوله خاصه للفرقتين. الاهلي خلاص حسم بطوله الدوري من خلال مباراه المقاولين زي ما قلت لحضراتكم، لكن في نفس الوقت في اصرار كبير جدا وتركيز كبير جدا جدا من لاعبي النادي الاهلي على اكمال الفرحه. فرحانين جدا طبعا بطوله الدوري، وتكاد تكون هي الاغلى للنادي الاهلي في تاريخه، بطوله الدوري بالتحديد يعني اغلى بطوله في ال 40 او ال 41 بطوله اللي خدناهم يعني باخر بطوله السنه دي. فبالتالي في تركيز على ان احنا ان شاء الله نكمل فرحتنا، النادي الاهلي يكمل فرحته وجمهوره يكمل فرحته من خلال الفوز على نادي الزمالك النهارده. وطب طبيعي مباريات بالحجم ده بتبقى مباريات كبيره بسبب حجم الجمهورين، يعني جمهور كل فريق اكيد عدد كبير جدا جدا، يعني مش في مصر بس لا في الوطن العربي كله. الاستعدادات ماشيه بشكل كويس جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، كان اخر مران امبارح في برج العرب مقر الاقامه، التدريبات كانت مهمه، المره الاخيره بالتحديد كان غايه في الاهميه عشان كان مستر لاسارتي بيحط بعض النقاط الاخيره الخاصه بالفريق ومتعلقه بالشكل التكتيكي والاستراتيجيه والسيناريو اللي ممكن يكون حطه مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. الاهلي منتشي بالفرحه؟ طبعا الاهلي منتشي بالفرحه. الاهلي معنويا اعلى؟ طبعا الاهلي معنويا اعلى، لكن فنيا وبدنيا في تساوي ما بين الفرقتين، نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم. النادي الاهلي معنويا جيد جدا بعد حسم البطوله بشكل رسمي، وده ممكن اللي يرجح كفه النادي الاهلي، لكن برضه تبقى مباريات الاهلي والزمالك من غير توقعات. تمنياتنا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يكون موفق، كل التوفيق كل التوفيق في مباراه النهارده، اللاعبين يكونوا في حالتهم، يكونوا فايقين، يكونوا موفقين ان شاء الله، ويقدروا يحرزوا الفوز على نادي الزمالك بنتيجه جيده. المهم ان انت تكسب طبعا، شو من النتيجه كام، المهم ان انت تكسب وتكمل فرحتك ان شاء الله ببطوله الدوري الاغلى للنادي الاهلي على مدار 41 بطوله فاز بيهم النادي الاهلي في تاريخه. ولسه البطولات مكمله مع النادي الاهلي، مسيره البطولات لسه موجوده في النادي الاهلي على مدار السنوات القادمه، تحديد السنه الجايه او الموسم الجديد اللي هيبتدي ده على طول ان شاء الله النادي الاهلي كمان يكون موفق فيه. هنكون معاكم لحظه بلحظه النهارده حتى ميعاد المباراه وفيما بعد المباراه ان شاء الله نكون فرحانين كمان من خلال عدد من الفقرات. بعد برنامج كلام في الميديا هيكون طبعا في استوديو تحليلي خاص بالكابتن اسلام الشاطر وملعب الاهلي وتحليل ما قبل وبعد هذه المباراه، وكمان هيبقى في زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين من مقر النادي الاهلي في الجزيره وتحديد استاد مختار التتش، وهيكون معاه طبعا ضيوف كبار من نجوم النادي الاهلي السابقين. طيب خليني اتكلم في بعض الاحصائيات او احصائيه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. الاهلي والزمالك لعبوا في الدوري اربع مرات في استاد الجيش ببرج العرب. قدر النادي الاهلي ان هو يفوز في موسم 2014-2015 على نادي الزمالك بنتيجه 2-0، احرزهم مؤمن زكريا وكان لسه منضم النادي الاهلي لو تفتكروا طبعا من نادي انبي بعد اعاره نادي الزمالك، وكان مباراه مهمه جدا جدا جدا. كمان الاهلي قدر انه يفوز على الزمالك في استاد برج العرب لو تفتكروا 2015-2016، وانا عارف ان انتوا فاكرين كويس جدا المباراه دي، هدفي مالك ايفونا وعمر جمال. كمان الاهلي قدر ان هو يفوز على الزمالك هناك في برج العرب ايضا في 2016-2017 بنتيجه 2-0 بهدفي وليد سليمان، وتعادلنا مباراه واحده في الدوري، وكان في ماتشين تانيين، واحده في افريقيا تعادلنا 1-1، واحده في كاس مصر الزمالك كسب 3-1. خلينا سريعا نروح لمقر اقامه النادي الاهلي في برج العرب، وينضم لنا على الهواء مباشره كل من زمايلنا الاعزاء شريف شعبان وفاروق صلاح.